أصحاب القمة في تمام الساعة السابعة، يعني قدامنا إن شاء الله تقريبا ساعتين إلى 10 دقائق، وإن شاء الله تبدأ هذه المباراة. كنا بنتكلم قبل هذا التقرير عن أهم نقاط القوة والضعف، ولكن خلينا بقى نروح نتكلم شوية عن معركة وسط الملعب. معركة وسط الملعب ما بين غالبا الناحية الثانية نادي الزمالك هيلعب بطارق حامد وفرجاني ساسي بنسبة 98-99%، والنادي الأهلي حتى الآن حسام عاشور وعمرو السولية هم الأقرب. اجتهادات وليس بشكل رسمي، دي اجتهادات وليس بشكل رسمي. برضو كلمنا شوية عن معركة وسط الملعب. طبعا مباراة القمة اللي بياخد دايما وسط الملعب هو اللي بيكسب المباراة دايما، يعني كان دايما كابتن حسام غالي لما كان بيبقى موجود كان دايما بيدينا تفوق واضح في وسط الملعب في المباريات اللي هي القمة. النهارده طبعا عمرو السولية وفرجاني ساسي الاثنين ادوارهم مهمة جدا سواء لنادي الزمالك او نادي الاهلي. فرجاني ساسي عنده 27 سنة وعمرو السولية عنده 29 سنة. يعني فرجاني ساسي اصغر من عمرو السولية. المشاركات بتاعت فرجاني ساسي لعب 18 مشاركة، يعني 18 مباراة ب 1491 دقيقة. نعم. فرجاني ساسي رغم ان هو لعيب وسط الا ان هو مسجل 6 اهداف وصانع 4 اهداف. عمرو السولية بقى لعب 1329، يعني اقل مباراة، مسجل جونين وصانع جونين. طب اعتقد انهم دول في الوقت الاخير اللي هو مع فتره لاسارتي. برافو عليك مارت لاسارتي. مع فتره لاسارتي واضح جدا ان هو اتطور بشكل كبير جدا عمرو السولية. نعم. عدد المحاولات بتاعت فرجاني ساسي 36 بنسبه دقه 47%، عمرو السولية 16 بنسبه دقه 37.5. 16 منهم 15 مثلا، يعني انا ما اعرفش لا، يعني لو حسبناها في المباراه الواحده كل 90 دقيقه فرجاني ساسي بيروح على الجون كم مره، هتلاقي ان هم اكتر من محاولتين. عمرو السولية بيروح اكتر من محاوله. معدل قطع الكرات، طبعا الدور الهجومي واضح ان فرجاني ساسي بيتفوق على السولية، لكن الدور الدفاعي واضح ان عمرو السولية بيتفوق على فرجاني ساسي. عمرو السولية معدل قطع الكرات ليه في الماتش الواحد 9.5، لكن فرجاني ساسي 6.1. بالنسبه لارتكاب الفاولات، ساسي بيرتكب فاولات كتير جدا 46 فاول، عمرو السولية عامل 26. وده اللي بياكده هنا ايه، ان فرجاني ساسي رغم ان هو نقطه قوه كبيره جدا، لعيب بيعرف ازاي قائد، ازاي يقرب من زمايله، ازاي يدي التمرير الطولي سواء في ظهر علي معلول او في ظهر محمد هاني، الا ان هو بيمثل نقطه ضعف، وده اللي هنشوفه في الصور. فرجاني ساسي هنتكلم دلوقتي دي اجواء ما او مباراه النادي الاهلي والزمالك واستعدادات النادي الاهلي. الجزيره مره اخرى زي ما حضراتكم شايفين الحاجات دي، احنا بنحب نخلي دايما حضراتكم معانا تشوفوا ماذا يحدث في كل فروع النادي الاهلي، سواء هنا وبعد قليل هنجيب لحضراتكم مدينه نصر، وان شاء الله قريب السنه الجايه تبقى في التجمع الخامس وتبقى الامور موجوده في او كاميرات قناه النادي الاهلي موجوده في كل فروع النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين دي بعض من استعدادات فرع النادي الاهلي في الجزيره ل مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. خلينا ويندو كده، يعني الناس برضو تشوف ماذا يحدث في فرع الجزيرة. الصور بس بتاعت فرجاني ساسي، لو فرجاني ساسي رغم ان هو نقطة قوة الا ان هو بيمثل نقطة ضعف. بمعنى ايه؟ حاجتين. من الناحية الدفاعية سهل جدا ان هو يمرر غلط بمجرد ان انت ضغطت عليه، عشان كده قلت لحضرتك انا محتاج لاعب يقرب من دايما من فرجاني ساسي بالضغط عليه، بسهل جدا يديك تمريرات غلط. ايوه. تاني حاجة، فرجاني ساسي الارتداد الدفاعي بتاعه مش قوي، يعني بص حضرتك ده الماتش الاخير كنت بتفرج على ماتش تونس والجزائر، الماتش الاخير اهو تمريره بالخطا من فرجاني ساسي عشان بغداد بنجاح ضغط عليه، كانت هتبقى هدف لمنتخب الجزائر. الصوره اللي بعدها برضه اهو فرجاني ساسي ارتداد الدفاع بتاعه. معلش يا دكتور قبل برضه ما نكمل، خلينا برضه على الشاشه كده زي ما هي. انا عايز بس اقول لحضراتكم ان طاقم التحكيم الروماني بالكامل الان في ارض ملعب برج العرب يتفقد ارضيه الملعب، وهنقول لحضراتكم برضو بعد قليل ماذا سيحدث او ماذا قرر طاقم التحكيم الروماني. ودلوقتي حاليا طاقم التحكيم الروماني في ارض الملعب يتفقد ارضيه ملعب برج العرب الذي ستقام عليه المباراه. نكمل يا دكتور. زي ما عرضنا الصوره هنلاقي ان فرجاني ساسي هنلاقيه سهل جدا ان انت تعدي منه. الضغط بتاعه، معدل الضغط بتاعه مش قوي، معدل قطع الكرات بتاعه زي ما قارنا ما بينه وما بين السولية، السولية اعلى بكتير في الدور الدفاعي. فده لازم نستغل الحته دي، ان تضغط على فرجاني ساسي بيرتبك بالضغط الارتداد. لو عرضنا الصوره اللي بعدها هنلاقيه برده هدف طلاع الجيش ما ضغطش بشكل كويس على احمد سمير، واحمد سمير اخذ اريحيته في الشوطه. تمام. سدد وجابها جون. فواضح ان فرجاني ساسي زي ما اتكلمنا ان اوباما نقطه قوه، وقلنا كهربا نقطه قوه، وقلنا ساسي نقطه قوه، الا ان كل دول بيمثلوا نقطه ضعف. سواء اوباما اللي هو لعيب مزاجي لو مش في حالته بيخرج بره الماتش تماما، كهربا الدور الدفاعي بتاعه ضعيف جدا،
اللاعب الثالث فرجاني ساسي قلنا ان هو لعيب مهم جدا ولعيب ترمومتر الفريق نادي الزمالك واهم من اهم اللعيبه اللي ان الدور الدفاعي برضه بتاعه مش قوي. ده يمكن ابرز نقاط القوه. لو اتكلمنا بقى ازاي نادي الزمالك استقبل اهداف ال20 هدف اللي جابوهم في الدوري ازاي استقبلوهم. دي حاجه مهمه جدا برضه ازاي نادي الزمالك استقبل ال20 هدف. هنلاقي ده الرسم معانا اهو، هنلاقي ان العلامه الصفراء اللي هي رقم 3 هنلاقي ان هم استقبلوا 25% تمرير طولي في العمق، ودي حاجه مهمه جدا. ربع اهداف اللي دخلت في شباك نادي الزمالك تمرير طولي في العمق، لازم تعمل تمرير طولي في العمق مهم جدا. 15% تسديده من خارج منطقه الجزاء، 15% عرضيات من عند عبد الله جمعه، 15% ضربات جزاء، كره عرضيه من الجبهه اليمنى على القائم القريب من ناحيه حمدي النكاز، يعني من ناحيه عبد الله جمعه بتيجي عرضيه، من ناحيه حمدي النجاز عرضيه على القائم القريب. ده اعتماد نادي الزمالك على العرضيات. لا، ده الاهداف اللي استقبلوها. اللي استقبلوها. هتلاقي ان الاهداف لو عرضنا الصوره اللي بعد كده اهم نقطه في الكلام ده كله التمرير الطولي في العمق اهو. اول صوره بص حضرتك هدف اللي جاي فيهم في وادي دجله. كل الصور ديت اهداف دخلت شباك نادي الزمالك، تمرير طولي اهو. تمرير طولي اللي عندهم دايما حمدي النجاز بيسرح، عبد الله جمعه بيسرح، القلبين الدفاع بتاعهم بيسرحوا، فالتمرير الطولي سواء من ورا الباكات او ما بين السرد باك وما بين الباك، فادي اول صوره. الصوره اللي بعدها برضو تمرير طولي هدف في خلال في حرس الحدود، ايدو موسس اخذها ما بين محمود علاء والونش وراح على الجون جاب جول. ادي تمرير طولي. الصوره اللي بعدها برضو ادي ماتش تاني ده بتاع النجوم، صلاح امين اخذها ولعبها وريحها. كل الصور كربونه تمرير طولي. يعني احنا لازم النهارده ناصر ماهر يكون عامل مهم قوي في حته الرؤيه، لازم تحركات مروان او ازارو او اجايه اهو، ده برضو هدف في بيراميدز تمرير طولي اتلعبت من ورا حمدي النجاز. ايوه كل الاهداف ده ديت بقى اللي بعدك، يعني كل الاهداف اغلب الاهداف اللي دخلت نادي الزمالك تمرير طولي في العمق. الثغره الثانيه بطء الارتداد الدفاعي لحمدي النجاز. ايوه انا نفسي حمدي، رغم ان حمدي النجاز لعيب مميز جدا هجوميا الا ان هو دفاعيا ضعيف جدا، سواء في الكرات العرضيه سواء في التغطيه العكسيه سواء في الارتداد الدفاعي، بيرتكب ضربات جزاء كتير جدا لانه لعيب طويل وسهل جدا ان انت تلبسه ضربات جزاء. فانا شايف ان حمدي النجاز ثغره كبيره جدا، والنهارده اجايه لو لعب عليه هيبقى نقطه قوه كبيره جدا باذن الله. يعني اجايه لو لعب على حمدي النجاز ان شاء الله يعمل عليه ماتش كبير. يعني بص حضرتك ده هدف في جور ماهيه حاله من السرحان، يعني حمدي النجاز دايما عنده حته التغطيه وحته الارتداد ضعيف فيها جدا، وانت حضرتك باك يمين وتقدر يعني تمام توصف. عايزين ناخد اخر حاجه بقى معانا النهارده مقارنه بين الثنائي الاكثر مشاركه عاشور للفريقين في القمه حسام عاشور.